واقفين طبعا عاملين وقفه تضامنيه مع جهودنا وشعب الامارات. احنا كتيار وحزب الليبرالي وتيار استقلال وجميع الطوائف سواء باحزابها سياسيه او حركات او نتفق على حاجه واحده، ان احنا لا نقبل الاهانه لشعب الامارات، لا نقبل الاهانه بالشخص، لا نقبل الاهانه سواء مسلم او مسيحي او خلافه. فاننا نقول اننا كيان واحد عشنا وتربينا سواء الاماراتيين اتربوا في جمهوريه مصر العربيه وسواء المصريين عاشوا وتربوا وتولدوا في الامارات، ولا ننسى مواقف الامارات معنا، ولا ننسى الوحده الصافيه ما بين على طول على اكثر من 40 سنه مع شعب الامارات. جايه النهارده علشان عايزه اشكر الامارات شعبا وقياده، وعايزه اقول لهم شعب مصر بيحبكم كمان زي ما انتم بتحبونا وزي ما انتم بتقفوا معانا، وحسن استقبالكم الشيخ الاكبر الشيخ احمد الطيب، والعفو اللي تم عن المصريين المحبوسين هناك اكراما لزياره الشيخ احمد الطيب، دي حاجه كبيره جدا. احنا شعب مصر مقدرين جدا اللي انتم بتعملوه معانا، وزي ما انتم بتحبونا احنا بنحبكم، وده تاريخ ممتد ما بين الشعب المصري وشعب الامارات، وله يعني تاريخ طويل، ووقفه الشيخ رحمه الله عليه دايما مع شعب مصر والمساعدات اللي كان بيقدمها حبا في مصر مش اي حاجه ثانيه، وفي شعب مصر احنا كمان بنحب، يعني دايما الشعب بيحس اللي بيحبوه وبيبادلوا نفس المشاعر، وموقفهم مع كل الناس المضطهدين من حكم الاموال، كل المصريين الوطنيين اللي مشوا. الحقيقه الامارات بمنتهى الكرم وكرم الاخلاق انا متابع منك حاجه حالها سترومهم، كل حد مصري مش قادر يعيش في البلد الايام دي نتيجه الاضطهاد اللي بنلاقيه من حكم الاخوان رايح الامارات، بين لاجئين في بلدنا الامارات، حاسين ان هي البلد الثانيه اللي فتح لنا صدرها. فابسط حاجه ان احنا نيجي نقف نقول لهم احنا متشكرين، احنا كمان بنشكركم وبنبادلكم نفس المشاعر، وان شاء الله المشاعر دي والعلاقات دي هتفضل بين الشعبين مهما اتغيرت الحكومه، ومهما جت حكومه بتحاول تفسد العلاقات دي في مصر، الشعب المصري مش موافق، والشعب المصري بيقول لكم احنا بنحبكم زي ما انتم بتحبونا. رد يمين طبعا احنا عارفين ان الامارات افرجت على مجموعه كبيره جدا لما راح طبعا الشيخ طيب هناك، احنا لازم نرد لها الجميل، وحتى يمكن كان في مسائل ماليه كده هو الحاكم هناك قال طبعا انا يعني هتكفل بالحاجات دي طبعا. فاحنا كل مواطن في العالم الشعوب العربيه اللي بتقف جنبينا لازم نرد لها الجميل.